عليكم هيبقى الانسايد بانر ده يا كابتن. حركه بقى يا كابتن ايه بقى؟ باك هاند سبرينج باك تاك. اوكي باك هاند سبرينج باك تاك يعني يا كابتن دلوقتي ازاي ادمج حركه الباك هاند سبرينج لوحدها مع حركه ايه الباك فليب تاك تاك باك فليب. طيب دلوقتي يا كابتن انا بشرح الحركه لناس قدام بتعرف تتقن ايه حركتين اللي هو الباك هاند سبرينج والباك تاك، ولما تيجي تدمجهم يا كابتن في مكان امن اتمرن الحركه بي سيف. اوكي اتمرن في مكان امن، في مكان مرتبه او نجيله او حاجه زي كده. اما المتقن الحركه ممكن يعملها في اي مكان، بس برضه لما يجي يعمل تجربه في الحركه الاول يعملها في مكان امن. تمام دلوقتي يا كابتن انا بشرح الناس الحركه بتعرف تعمل ايه حركه الباك هاند سبرينج. تمام اهو، وفي نفس الوقت مع الباك هاند سبرينج ومع ايه الباك تاك. اوكي باك فليب تاك. تمام طب يا كابتن دلوقتي انا عايز اعمل بقى ايه باك هاند سبرينج باك تاك. واحد اثنين اوكي ازاي يا كابتن دلوقتي هعمل باك هاند سبرينج باك. تمام انا دلوقتي يا كابتن لما اجي اخد الباك هاند سبرينج بتاعي التركيز كله على ايدي دراعي. تمام ما تفتحش دراعك يعني الناس ترمي كده، لا ترميش كده، الناس ترمي لي كده، لا ترمي لي كده، بص ايدك كده كده ترميش ازاي كده كده تشوف ايدك عامله ازاي في الارض كده قويه ايدك جنب بعض. تمام صباحك تكون يا كابتن، صباحك تكون يا كابتن مضمون. تمام ايدك ايه فوق مشدوده مش فاتح ايدي، ايدك ايه مشدوده مش عامله كده. تمام اهو يا كابتن. اوكي دلوقتي يا كابتن انا مجرب ما خدت الباك هاند سبرينج خدت عليه الباك تاك في ثانيه. ازاي؟ اهو يا كابتن الباك هاند سبرينج بتاعي واحد هنا بقى وانت هنا وانت هنا طالع لفوق على ايه الباك تاك، وانت ايدك تحت طالع لفوق على باك طالع لفوق هنا يا كابتن على الباك تاك. تمام يبقى انت يا كابتن وانت فوق طالع على الباك تاك. تمام يا كابتن تاني واحد اهي هنا طالع فين بقى بسرعه باك تاك في ثانية بقى واحد ايدك رايحة على التاني اهو واحد اثنين اوكي واحد اثنين ايدك جنب بعض اوكي اسحب نفسي جامد. تمام اسرع نفسي قوي في الباك هاند سبرينج اروح واخد معاه فوق الباك تاك واضم ايه رجلي. تمام كده يا كابتن واحد على طول فوق ايه؟ اهو ها واحد تمام؟ بتمرن كتير لازم تكون بتتقن الباك هاند سبرينج والباك فليب تاك. ربنا يوفقكم انتظروا المزيد والمزيد المزيد. كنت حالا كروم في الفيوم كان معاكم مراسلكم الرياضي كابتن جابر نسيت كونفو. سلام عليكم.